تلاقي الجماعة بتاعت الإخوان دي بتاخد ضربات قاسمة. يعني المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا طرد الواجهات الإخوانية وقرر يجرد إبراهيم الزيات. إبراهيم ده هو وزير المالية بتاع الجماعة، ويجرد إبراهيم الزيات من كل المناصب بتاعته. تعالى نشوف يا ترى هل ترى مجلس أعلى مسلمين ألمانيا والحكومة الألمانية عملوا إيه مع الجماعة، وما هو مرتقب تجاه هذه الجماعة والإسلام السياسي والإرهاب اللي في رأي الحكومة الألمانية وكأنهما إيه وجهان لعملة واحدة. معنا على التليفون كاتبنا وباحثنا الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أستاذ ماهر فرغالي. إزاي الصحة؟ صديق العزيز، أهلا بيك يا أستاذ. عامل إيه؟ كله تمام؟ والله تمام الحمد لله. كيف ترى طرد المجلس الأعلى للمسلمين ألمانيا الواجهات والكوادر الإخوانية وعزل الزيات؟ طيب، مجلس مسلمي ألمانيا ده اللي هو بيواجه عندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي هو بيدير شؤون المسلمين في ألمانيا، وللأسف خلال السنوات الماضية استطاع الإخوان ان هم يتوغلوا فيه، وإبراهيم الزيات كان عضو في هذا المجلس. من حوالي 3-4 شهور ماضية عمل المجلس اجتماع وتشاوروا فيه، وبثلثي الأعضاء قرروا طرد جماعة الإخوان المسلمين من هذا المجلس. طب ليه بيطردوهم؟ لأنهم بيتخذوا هذا المجلس ستار ووسيلة للتوغل داخل ألمانيا ولتجنيد الناس واستقطابهم والاستخدام الأقليات الدينية واللاجئين كجناح خارجي لجماعة الإخوان المسلمين وللتنظيم الدولي ولتمويل الجماعة الإرهابية. ماشوا الإخوان بسياسة داخل هذا المجلس، سياسة على محاور. المحور الأول هو أني أشتغل بواجهات لا تحمل اسم الإخوان. تاني حاجة أني أخلق نخبة داخل المجتمع الألماني موالية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ده اللي عملوه خلال السنوات الماضية. ده اللي خلى الألمان قلقوا جدا، وسبقهم في ده النمسا. بالمناسبة النمسا برضو عملت ده وحرمت الشعارات الدينية والشعارات الإخوانية، شعارات الإخوانية اللي هما كانوا بيرفعوها، وبدأت برضو تحظر نشاطات جماعة الإخوان. تبع النمسا على طول ألمانيا. وبالمناسبة الدول الأوروبية كلها في توجه، يعني في توجه كبير جدا لهذا السياق ولهذا المسار اللي هو بيحرم الأنشطة الإخوانية وبيحظر نشاطاتها وبيطردها من المؤسسات اللي هم بيستغلوها. طبعا هم أستاذ يوسف زي ما احنا عارفين بيعملوا مؤسسات مالية واقتصادية وحقوقية طبعا، ومنظمات شبابية وثقافية زي الجمعية الثقافية بألمانيا اللي هي وجهة إخوانية، وزي التجمع الإسلامي بألمانيا وجهة إخوانية، الجماعة الإسلامية بألمانيا دي وجهة إخوانية، كل الواجهات الإخوانية دي. إبراهيم الزيات طبعا زي ما احنا عارفينه رجل خطير جدا، يعني هو مش حكاية مسؤول مالي بس، هو عضو في منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية المقرها لندن. دي منظمة إخوانية لها أزرع وفروع في أمريكا الجنوبية وفي كندا وأمريكا وأفريقيا، ودي واجهة اجتماعية بيستغلوها جدا. هو عضو في من القيادات بتاعتها، عضو في جماعة ميلي جورش التركية، وهو طبعا تعرف صهر أربكان، يعني واخد بنت أخت نجم الدين أربكان، بيربط دائما ما بين الأتراك وما بين جماعة الإخوان المسلمين. هو الرابط الكبير جدا والممول الكبير والمشرف المالي على شؤون الأموال لإخوان المسلمين. طيب، هنا هيجي عندي سؤال. مسألة انه الحكومة الألمانية هي كمان بدأت تعلن عن مجموعة من المحاور، اذا صح التعبير، يعني الحكومة قالت ان هي بتطرح 5 مقترحات بالتحديد على لجنة الشؤون الداخلية والوطنية متعلقة بالإسلام السياسي، وحطوا 5 مقترحات، اولها الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة. ماذا يعني ذلك؟ ظاهرة واحدة يعني بيقصدوا ان مفيش فرق بين القاعدة وبين الاخوان، مفيش فرق بين داعش وبين الاخوان، في مشتركات في الافكار، الايديولوجيات، السياسات، وهي اسقاط الحكومات واقامة الدولة على نمط اخواني سواء اي تنظيم فيهم. فالخلط اللي كان حاصل في الفترة الماضية بان الاخوان لا تحمل جينات العنف داخلها، وان الاخوان تختلف عن القاعدة، وكان الاخوان بيروجوا ده بالمناسبة سنويا. هم بيعملوا مؤتمر سنوي في سويسرا اسمه مجلس مسلمي اوروبا، بيعملوا مؤتمر سنوي
هذا المؤتمر كانوا بيبعتوا رسائل للحكومات الأوروبية من خلاله، بيقولوا إن إحنا نستطيع مواجهة داعش، إحنا الجماعة الوحيدة اللي هتكافح داعش والقاعدة داخل أوروبا. فبعض الحكومات الأوروبية صدقت الكلام ده، والآن ألمانيا بتقول لك لا، مفيش فصل، مفيش حاجة اسمها ده. مش بس مفيش فصل، هو من ضمن المقترحات الخمسة إن هم بيقولوا وقف أي تأثير ديني قادم من، أو يعني منع أي تأثير ديني قادم من الشرق الأوسط. أنا أستوعب جدا إن في صعود يميني في أوروبا بالكامل بما فيها يعني أي دولة ألمانية، أي دولة أوروبية، وده ما هو من ده مشكلة بقى، لازم إحنا نوضح ده، وعلى مؤسساتنا الدينية أنها توضح ده، إن في فرق كبير جدا بين إسلام الإخوان المسلمين والإسلام بتاعنا والدين بتاعنا الوسطي الجميل. لازم نتكلم في ده ونقول ونعبر لهذه الحكومات إن الإخوان المسلمين لا تعبر عن الإسلام وليست ممثل حصري وحيد للإسلام. دي النقطة. وبعدين هم الحكومات الأوروبية أستاذ يوسف يعني في مشكلتها كمان أنها يبدو أنها مش متحدة على استراتيجية واحدة. يعني هنشوف فرنسا خلال الأعوام الماضية السنتين اللي فاتوا عملوا استراتيجية اسمها فرنسة الإسلام، يعني أن أنا أحتكر كل الجمعيات الدينية اللي هي بتسيطر عليها الإخوان المسلمين والجماعات الإسلام السياسي اللي في فرنسا، وخليها تحت جمعية واحدة تدار من قبل الحكومة الفرنسية. لكن لما عملوا ده غلطوا، راحوا جايبين طارق أوبرو كواحد مشرف على هذه الجمعية، وطارق أوبرو أمام المسلمين ومفتي المسلمين في فرنسا وعضو في الإخوان المسلمين. ففي مشكلة، هو ماشيين باستراتيجية وفيها خلل. ألمانيا ماشية باستراتيجية، النمسا ماشية تقريبا بنفس الاستراتيجية، لكن بلجيكا وبريطانيا ماشيين باستراتيجيات مختلفة. فهو ده الخلل الكبير جدا. يعني حتى الآن احنا عندنا مشكلة في بريطانيا كمان، لبريطانيا لم تتخذ خطوات حقيقية لحظر جماعة الإخوان المسلمين أو لتحجيم نشاطاتها. أنا أعتقد أن بريطانيا في أمور كثيرة هتتغير خلال يعني السنين القادمة. يعني على كل، خليني أشكرك أولا أستاذ ماهر فرغالي الخبير والكاتب في شؤون الجماعات المتطرفة.